أماكن عائلية. يعيش الأيل الأسود في قطعان من المجموعات العائلية، وهذا النوع من الأيائل حذر وماكر خلافا للأيائل الأخرى، ونشيط جدا خلال النهار. تقوم أنثى الأيل الأسود غالبا بإخفاء صغارها بين النباتات حتى تصبح قوية بما يكفي لتتحرك مع القطيع، ويعرف الأيل الصغير باسم الخشف، ويبقى مع أمه لمدة عامين. في فصل الشتاء يبهت لون بقع الأيل الأسود. الأيل الأحمر من أقرباء الأيل الأسود. تعتبر الأيائل الحمراء أضخم حيوانات غربي أوروبا، رغم أن أحجامها تختلف كثيرا في اسكتلندا حيث تعيش في الهضاب، فهي هناك أصغر حجما من تلك التي تقطن الغابات الأوروبية.